أنا عسكري، فإذا حان وقت الصلاة ولم ينتهي الدوام فلا أستطيع الصلاة، وفي بعض الحالات وفي بعض الأيام حتى ولو سمحت الفرصة خوفا من العواقب فأنا لا أؤديها في وقتها. وفي بعض الأحيان يمر علي صلاة أو صلاتان لا أصليهما بسبب هذه الحال، فما الحكم في هذا وكيف أؤديها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإنه يجب على الحكومات الإسلامية أن تراعي أحكام الدين في أنظمتها، تجعل للواجبات الدينية مكانا لا يزاحمها. فمثلا الصلوات تجعل لها فرصة تؤدى فيها في أوقاتها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلاة جماعة حتى في حالة الخوف ومقابلة العدو. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحد الآية. وذلك لأن الصلاة أكبر عون على جهاد الأعداء وعلى الحصول على النصر. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فيجب على الحكومات الإسلامية أن تراعي هذا في أنظمتها. أما ما ورد في السؤال من أن هذا الرجل يشتغل في الجندية وقد يأتي عليه وقت في العمل لا يتمكن من أداء الصلاة في وقتها، فماذا يعمل؟ نعم، نقول: أولا يجب عليك أن تراعي الظروف والأحوال، فإذا كان يدخل وقت الصلاة قبل بداية العمل فعليك أن تصلي قبل بداية العمل في أول وقت الصلاة، وإذا كان وقت الصلاة يدخل وأنت في أثناء العمل فحينئذ إذا أمكنك أن تصلي وأنت في عملك فوجب عليك ذلك، أن تصلي وأنت في العمل إذا أمكنك ذلك. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كنت لا تتمكن من أداء الصلاة في أثناء العمل وكانت هذه الصلاة مما يصح جمعها مع الأخرى، فلك أن تنوي جمع التأخير كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فتصليهما جمع تأخير نظرا لظروفك أنك لا تستطيع الصلاة في وقت الأولى. ولعل هذا من الأعذار المبيحة للجمع في حقك، لأن هذا العمل لا يسمح بأن تصلي ولا يمكن الجمع بين العمل والصلاة، فإذا تنوي الجمع. وكذلك لو الحالة الأولى قلنا إذا دخل وقت الصلاة قبل بداية العمل وكان يستمر إلى وقت الثانية ولا تتمكن من الصلاة في أثناء العمل، فلك أن تجمع جمع تقديم قبل أن تدخل العمل. نعم، قبل أن تدخل العمل، لأن هذا من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين. فالحاصل أنك تهتم بصلاتك وتراعي الرخص التي رخص الله تعالى بها في الأحوال، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لكن حافظ على صلاتك ولا تضيعها. جزاكم الله خيرا.